اول تجربه طبعا فيها مميزات وفيها عيوب وفي تقصير منه وفي حاجات عملها كويسه. انا ما ينفعش اقيم عشان انا لعيب كوره و ميدو طبعا خبرات عن لعب اماكن كتير وفي ناس طبعا تقيم، انا ما اعرفش، بس ميدو تجربه اتوفى في حاجات وفشل في حاجات. كابتن احمد ليا في شرف كبير قوي لحضرتك، يعني هو اللي مكتشفني هو اللي مساعدني، وليا شرف كبير قوي اللي انا اتمرنت يعني مع حضرتك وبحبك قوي. هو خد فكره كده غريبه، ما اعرفش مين اللي وصل له الكلام، ان انا يعني اتكلمت بطريقه مش كويسه على التيم. انا برضه عشان هو فرصه هو في الاستوديو، وانا بقول له لما 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 والدك او اخوك الكبير يكلمك لازم ترد عليه. الموضوع كله كنت انا بحلل مباراه لاحد مباريات الزمالك الشهيره اللي كان فيها مشكله في المدرجات مع هشام يكا، مش فاكر مباراه ايه، طبعا شوبير استاذ في الحاجات دي وانت استاذ برضه. انا علقت قلت ليه هشام يكا طالما عبد الرحيم محمد موقوف، هشام يكن ما يقعدش جنب ميدو تحت بدل طارق السيد، لان هشام وشه بنفس اللفظ وشه معروف اكتر من طارق السيد شويه، فهيعمل مشاكل في المدرج. وفعلا عمل مشكله، ما اعرفش كان جماهير ايه كده، المباراه كانت فين مش فاكر، حد شرطه ما اعرفش انت قادر يعني. فهشام، واعتقد ان هشام خبراته اكتر شويه من طارق السيد، ان هو يقعد جنب ميدو يساعد ميدو، ده كان وجهه نظري. همتالي الاقدر هي كانت مباراه الاسماعيلي يمكن بالظبط، فقلت ان هشام ممكن يفيد ميدو اكتر من طارق. مع احترامي لطارق، طارق مدرب محترم، مدرب كويس وصاعد، وربنا ان شاء الله يوفقه، لكن انا وجهه نظري. هم خدوا كلام الجهاز بقى، ساعتها كان الكابتن احمد عبد الحليم وكان الكابتن عبد الرحيم محمد والكابتن ميدو، خدوا الكلام ان انا ما اعرفش هم خدوه ازاي، يعني هم زعلوا مني. انا بتكلم والله اقسم بالله للمصلحه، ولا ليا في الطور ولا ليا في الطحين، ولا عايز اشتغل فاهمني، ولا عايز اقطع، ولا 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 عادتي ولا تربيتي ولا بيئتي. وميدو عارف الكلام ده، علاقتي بيه انا كنت بتعامل مع ميدو على انه هو ابني، واخد بالك ازاي؟ ميدو شخصيه طيبه جدا، مدرب انا قلت له يا ابني انت هتبقى مدرب كويس، لكن محتاج شويه يفهم ان الخساره زي الفوز ممكن تيجي في اوقات كتير جدا. كان بيبذل مجهود، يعني انا ماتش الاهلي والزمالك اللي اتغلبنا فيه 1-0 انا حسيت ان هو عمل كل شيء في كره القدم، لكن المشكله ان كل اللي في دماغه بينفذه غيره، فممكن يبقى فيه حاله مش موجوده. انا كنت بحسبهم هيقطعوا فيك، ما حدش قطع فيك الهيئه، يعني كنت بعد بيني وبينك عشان يهاجموك، بس برضه واضح ان كلهم بيحبوك يعني. لا انا برضه فرصه طبعا. انا قبل ما انسى، ان انا يعني من ضمن الحاجات اللي انا استفدتها في الفتره اللي فاتت دي هو شغلي مع كابتن احمد عبد الحليم وكابتن عبد الرحيم محمد في الاول. الاثنين فادوني بشكل كبير جدا فعلا، وطبعا والاثنين يعني طبعا علاقتهم بيا يعني من هم اللي مربيني. طب ما طالما كويسين كده يعني. انما ثانيه واحده، اكمل اول حاجه. برضه عايز اكد ان انا في الفترة الأخيرة لولا وجود محمد صلاح وعبد الحليم علي ومدحت عبد الهادي معايا ما كناش خدنا كأس مصر، وإن هم ساعدوني. يعني لو كان موجود الكابتن أحمد والكابتن عبد الرحيم لا يعني الكاس؟ لا 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 يعني دي مرحلة ودي مرحلة. الكابتن محمد صلاح الحقيقة من أول يوم جه اشتغل معايا استفدت منه بشكل كبير جدا، واشتغل معايا بإخلاص كبير جدا. عبد الحليم عمل دور كبير جدا في عبد الحليم علي طبعا. عبد الحليم رجع النادي بالظبط والربط عبد الحليم وشخصيه قويه جدا، ودي كره شاطر جدا، وحط قوانين وثوابت. احنا كنا رجعنا نادي الزمالك يا بتشوبير، يعني كان نادي الزمالك الفتره الاخيره دي مدرسه معانا. تقول لي مش زعلان؟ لا ليه، ما هو لازم تكون زعلان طبعا. بس احنا فعلا بص يا كابتن، اول حاجه من الناحيه الفنيه زي ما قلت لحضرتك، اخر 5 مباريات كسبانين 4 ومتعادلين ماتش، تمام، ودخلش مرمانا ولا هدف. عايز اقول، ما فهمش اهلي، ما فهمش اسماعيلي، ما فهمش الحاجات اللي يعني فيهم نهائي كاس مصر يا كابتن. فيهم بتروجيت فرقه صعبه جدا. فيهم بس بتروجيت خسر من مسموحه 4 كابتن. انا بلعب اخر ماتش
ماتش مازيمبي ومعايا احتياطي اوباما وياسر ابراهيم مصاب والشناوي ما فيش يعني بلعب بظروف صعبه جدا وبلعب بلعيبه دودار اول مره يلعب في نص الملعب بلعبه لانه مضطر ما فيش حد موجود والظروف كانت صعبه جدا ورغم كده كنت قريب جدا من المكسب ليك يعني بنالتي لينا بنالتي واحمد علي اخر دقيقه ضيع كره جون غير ان كره خالد قمر دخلت كلها بكامل محيطها يعني لينا هدف ما تحسبش هدف لو الماتش ده خلص 1-0 كنت هتكمل كمان اسبوع ولا كنت مروح كنت همشي بعد فيتا كنت همشي انا كنت وده شايف انه بس على فكره من اول خلاص يا كابتن انت عارف انا اقول عايز اقول لك اتفضل عايز اقول لك حاجه اول ماتش انا اشتغلته كان ماتش المنيا تاني ماتش بالمناسبه انت بتقول انت متفاهم جدا مع كابتن صلاح بس الصوره دي انا نفسي خدتها وعلقت عليها والله يا كابتن ده خلاف واضح بينك وبينه بص والله ما كان قال لك خلاص انت حر بقى اللي انت عايزه هو لا والله العظيم ما قال كده كابتن محمد كان اول ماتش اشتغل معايا كان اول ماتش اشتغل معايا فكان بيقول لي جعفر لو نزل هيبقى افيد من اوباما فانا بقول له يا كابتن محمد انت ما تعرفش اوباما كويس اوباما ده هيعمل لنا الوصله هو اللي هيعمل اللينك اب ما بين نص الملعب وما بين المهاجمين وفي نفس الوقت اوباما ده لو كره اتلعبت بالعرض هتلاقيه في ال 18 برده فبيعرف يعمل الاثنين انما عمري ما كان فيه خلاف برده لازم اشكر سيد متولي لان سيد متولي من اول يوم جه اشتغل فيه معايا واشتغل باخلاص كبير جدا وتعب معانا جدا الفتره اللي فاتت وفعلا احد الجنود المخلصين لنادي الزمالك سيد متولي وكابتن ايمن طاهر كابتن ايمن طاهر طبعا من افضل الشخصيات اللي انا عرفتها في حياتي راجل قمه الاحترام غير اللي حضرتك عارف طبعا مدرب جوان جامد وصعب جدا يا كابتن شوبير تلاقي واحد في اخلاق ايمن طاهر قمه النظافه وفي نفس الوقت لا كلام مع الاعلام ولا ليه علاقه بحد ودفنا يعني في الشغل الكره زي ما حضرتك عارف كنز فمن ضمن الناس اللي انا طبعا اتشرفت ان انا اشتغلت معاها الكابتن ايمن طاهر وزعلان ان هو مشي برده كابتن ايمن زعلت نفسك يستمر طبعا لا يعني طبعا احترامي الكبير طبعا للكابتن عماد المندوك كابتن عماد يعني بحبه جدا وبحبه جدا اكره بيك بجهازه طبعا غير ايمن طاهر لا يعوض ليه يا ميدو رغم من العلاقه الطيبه اللي واضحه اللي بينك او قناعتك التامه بالمستشار مرتضى منصور لكنه ليه سمحت كل شويه باللعب والتغييرات داخل الجهاز يعني انت اشتغلت مع كام جهاز طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى عشان النقطه دي مهمه جدا تمام انا ما فيش نقطه مش هنمشي انا حاله خاصه يعني انا حاله خاصه يعني انا لو انا مدرب شغال بقى لي 5-6 سنين مدرب و ليا الستاف بتوعي ليا الكوتشنج ستاف بتوعي زي مثلا حسام حسن شغال مثلا مع طارق السعيد وطارق سليمان وعماد المندوب بتاعي وجي رئيس النادي مشى الناس دول يبقى انا لازم استقيل يبقى انا راجل كويس صح تمام. انما انا راجل اكسبشن يعني انا راجل ايه لما جيت اشتغلت اول مره اشتغل قلت لهم هشتغل مع اي حد من اولاد نادي الزمالك ما اخترتش جهاز اي حد اي حد بس قالوا انت اخترت كابتن عبد الرحيم كابتن عبد الرحيم يعني انا قلت لهم اتمنى ان كابتن عبد الرحيم يبقى معايا لان كابتن عبد الرحيم راجل مربيني يعني وراجل انا بثق في قدراته الفنيه وراجل هادي وانا اول ما اشتغلت ما كنتش عارف برضو انا دماغي هتبقى ايه هل هتجنن على الحكام هتخانق فكنت محتاج واحد جنبي ايه هو كان معاك في المصري لما كان المصري بيفاوض كانوا بيفاوض كنت مرشحه مش انا واحد ليا الستاف بتوعي وجيه مرتضى منصور بعد كده مشاه كان المبدا عندي ان انا اشتغل مع اي حد من اولاد نادي الزمالك اللي انا هستفيد منه رغم ان انا في الحقيقه يعني كنت اتمنى ان كابتن عبد الرحيم وكابتن احمد عبد الحليم ما يسيبوش المهمه ما يمشوش ليه لان هم ما عملوش حاجه غلط يعني هم كل واحد في دي ايوه بس المدير الفني لابد ان يدافع عن جهازه حتى لو مش انت اللي مختارهم والله لكن اشتغلوا معاك وارتحت معاهم والله حاولت معاك. لكن في النهايه المجلس الاداره خد قرار وانا بلغت بيه وقال ان هم مشوا بسبب الكلام يعني حد كان بينقل لا في 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 لا مش بينقل بكل امانه يعني 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 في مشاكل قديمه جدا بين كابتن ابراهيم والشار مرتضى من فتره كبيره جدا ورواسب يعني ليها هل حاولت تحلها هل اتدخلت فيها لا مشاكل مستعصيه لو يمكن حلها مشاكل كبيره مشاكل يعني كبيره الشار مرتضى صار لا ده. يعني حتى يعني والشار مرتضى كان زعلان في وقت من الاوقات ان كابتن عبد الرحيم هو مره دخل النادي الشار مرتضى وكابتن ابراهيم ما قامش سلم عليه يعني قصة كان في حاجات بره الملعب لكن في النهاية النقطة المهمة بالنسبة لي يا كابتن ان ايه انا مش انا راجل شغال بقى لي 5-6 سنين وعندي كوتشنج ستاف بتوعي وجم غيروا لي حد من عنده لا انا راجل لما جيت اشتغلت قلت اشتغل مع اي حد من اولاد نادي الزمالك بعد كده لقيت سلبيات معينه في بعض الاشياء كان لازم اغيرها بس انت مقتنع بالكابتن احمد عبد الحليم مقتنع بالكابتن عبد الرحيم حضرتك ان هم لكن النهارده كنت اتمنى ان هم يكملوا لكن لو كانوا كملوا كان هيبقى في استقرار افضل لا. مثلا كنت دخلت على الدار الرباعيه بشكل افضل لا هما مشوا بعد ماتش الاهلي
يعني بعد الاهلي بعد ماتش الاهلي لا، لكن المجلس شاف ان كابتن محمد صلاح وجوده معايا كراجل كوتش عنده خبرات كبيره جدا هيبقى مفيد جدا بالنسبه لي. ما عندناش خلاف على الكابتن محمد صلاح خالص، بس انت واخد الكابتن عبد الرحيم عن قناعه، وانت طول راجل ضربك، وحتى لما رشحت للتدريب المصري وانا على فكره انا قلت هنا على الهواء ان انت يعني مشكورا، وده حاجه انا احترمتها وحب، يعني كنت فرحان جدا ان انت سالتني من قطر اروح النادي المصري ولا لا، وقلت رايي بصراحه قلت لك ما تروحش الوقت انا الظروف صعبه، قلت لك الظروف صعبه جدا دلوقتي وفي الوقت الحالي صعب. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، دايما بحب الواحد ياخد الفرقه من اولها يعني عايز اقول يعني. انا في بدايه الحلقه قلت لحضرتك يا كابتن، قلت لحضرتك ان المك كان عالي والدنيا صعبه وانا قدرت انت كنت عايز تستمر باي طريقه في يعني لا مش هستمر كنت عايز اوصل يعني كنتش حاسس ان انا لسه وصلت الدنيا وصلت المركب لسه ما بقتش في بر الامان. انا دلوقتي وصلت الدنيا في بر الامان، نادي الزمالك حصل على كاس مصر في ظروف صعبه، هو خدها مع كابتن حلمي طولان دون هزيمه برضو السنه اللي فاتت، كسبان وادي دجله و3-0 وما دخلش فيه هدف وعمل ودي حاجه نفخر بيها، بس برضو ظهر الكاس ده لعنة في الزمالك مشي وكابتن رجله قبل كده مشي وكرول برضو برضو مشي، لا ده فخر لينا طبعا. وطبعا زي برضو نرجع للنقطه بتاعت المدربين والزعل وبتاع، هل انا راجل جيت مسكت الزمالك هل معنى كده ان كابتن حلمي طولان هنا زعل مني؟ لا، وكابتن حلمي زعلان منك يعني هي دي الكوره اللي هتجيلك التمرين وسندك ملوش علاقه يعني هي دي الكوره. لا انا بتكلم ممكن بحكم العلاقه الوثيقه اللي بتربط بينك وبين الكابتن حسام حسن، لو بعد شهر لو بعد شهرين ثلاثه نادي الزمالك كلمني ان ارجع امسك الزمالك مش هكلم حسام مش هكلمه اقول خلاص كما تدين ما زال عندك امل انك تعود لاداره نادي الزمالك يوما ما؟ لا انا طبعا ده فخر فخر لكن بكل امانه ما اتمنهاش الموسم ده ولا الموسم اللي جاي. اتمنى انا تعبت جدا في الست شهور اللي فاتوا يا كابتن، تعبت جدا يعني لان كنت ممكن اكون كنت واخد الموضوع على قلبي قوي عشان هو نادي الزمالك وعايز اعمل كل حاجه وبخطط للمستقبل لكن الحمد لله سلمت الفرقه لحسام حسن بشكل جيد جدا. وعايز اقول لك يا كابتن شوبير ان مهمه حسام حسن صعبه جدا. صعبه جداً ولا سهله؟ جدا صعبه جدا. ليه؟ حسام حسن لما مسك الزمالك في المره الاولانيه كان الزمالك 13 على الدوري مظبوط، فكانت وكان معاه ماتيريالز اسف ولاعيبه اقل من كده، فكان بالنسبه لاي لجمهور الزمالك اي حاجه اتشيفمنت لما مزبوط. الزمالك اول تاني ماتش تعادل مع الاهلي تعادلنا 0-0 وبتاع كجمهور فرحان وبتاع جمهور الزمالك دلوقتي مش هيقبل الا ان هو ياخد الدوري قبل الدوري يخلص باربع خمس اسابيع يعني الطموحات كمان اكتر من فريق الاحلام يعني الطموحات بتاعه دلوقتي الاحلام كانوا ثلاثه لعيبه انا بقول لحضرتك الطموحات دلوقتي كان الكاس ومين انت معاك كابتن اقوى فرقه جت في تاريخ نادي الزمالك انت معاك لعيبه بص معاك في كل مركز اثنين ثلاثه لعيبه جامدين في حراسه المرمى الشناوي وابو جبل يمكن الباك ليفت الحته الوحيده اللي فيها عجز شويه مفيش وانا كنت بجري عشان اجيب حسين السيد يعني كنت عايز حسين طبعا السيد. طبعا لان خلي بالك ان الحقيقه الولد طلع شكرك هنا وشكر ناس زمان وانا كلمته فعلا باحترام هو ولد محترم جدا طبعا اتمنى له التوفيق وراح الاهلي صح؟ نعم اتمنى له التوفيق طبعا في النادي الاهلي والولاد كلها لكن الفرقه دي مبنيه بطريقه معينه ان عندك بدايل في كل حته بدايل في كل حته عندك 6-7 سردباكات يا كابتن جامدين جدا نادي الزمالك كان فيه كان نقطه ضعف رهيبه عندك 6-7 خلي بالك بازوكا اللي جبناه ده هيبقى من احسن سردباكات مصر لعيب يعني زيه زي ياسر ابراهيم كده حاجه يعني تفرح انا رمزي فوجئت انه قال لي خلفت ياسر ابراهيم كانت بالنسبه لي مفاجاه والله بجد يعني بقول له انت شايف نفسك في مين قال لي في ياسر ابراهيم لاعب الزمالك كان بالنسبه لي مفاجاه بصراحه رهيبه جدا بصراحه يعني رمزي ولسه كنت من يومين ثلاثه بتفرج على ماتش مصر والسنغال كان لعيب جامد جدا لا وحش لا كان حاجه لا انا لعبت وراه لا وحش لا وكمان كمان يا كابتن ساعات يدبسك لكن لا, لا 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 بس لما كبر كمان يا كابتن ولعب في نص الملعب يعني لسه كنت كان مصر ماتش والسنغال زعينه خبره وتقيل على الكوره احنا كان في حسن حظ الجيل ابراهيم حسن باك رايت هاني رمزي بس المشكله عندك كانت هشام ياكا والله يا عميدو كان لا كان لعيب جامد طبعا لا هشام ياكا رحم الله امرنا عرف قدر نفسه لا وكان ملتزم التزام بعدين لما ربيع دخل ستوبر كمان ربيع باك ليفت هايل في النادي الاهلي وبستوبر واحمد رمزي واسماعيل يوسف في وسط الملعب مجدي عبد الغني في وسط الملعب احمد الكاس هشام عبد الرسول مجدي طلبة جمال عبد الحميد حسام حسن يعني مع اصابات لعلاء ميهوب من سوء حظ الاشخاص خلي بالك زمان كان برضو تحس ان الاسماء برضو حاجه يعني الجيل بتاعكوا ده مش ممكن الاسماء اللي انت بتقول حضرتك بتقول عليها دي الجيل بتاع اللي انا طلعت لعبت عليه في منتخب مصر عارف حضرتك مثلا ماتش مصر والمغرب ده كنا في تشكيل مين انت بتتكلم نادر السيد ابراهيم حسن السقا ابراهيم سعيد عماره احمد حسن وهاني رمزي حازم امام وعبد الستار وانا وحسام فرقه جامده وبركات قاعد احتياطي وطارق السعيد قاعد احتياطي
نفسي ان منتخب مصر يرجع تاني، وانا على ثقه كبيره ان شاء الله مع كابتن شوقي هيرجع. طيب لسه منتخب مصر رب بس الوقت يدركنا عشان برضه اكمل ملف الزمالك، لانه كتير جدا جدا عايز اقول لك انا واقف التليفونات عشان ما تعطلناش، كتير جدا جدا بقول لك فرطت بسهوله، قدمت رغم ان انت دلوقتي بتؤكد كل مره ان علاقتك بالمستشار مرتضى منصور هايله، وان الراجل كان فاتح لينك معاك، وان الراجل ما جابش لعيب من غير ما يستشيرك. فرطت يعني فرطت تمشي شامية، كان تمشي طارق السيد، تمشي احمد عبد الحليم، تمشي عبد الرحيم محمد، كابتن احمد عبد الحليم وكابتن عبد الرحيم محمد انا ماليش، لا ولا كانش ليا اي علاقه مشان هم عارفين. ايوه مالكش علاقه، ما انا عارف، وابديت اعتراضي وقتها يعني وقتها لما اتسالت قلت انا شايف لو صممت كنت مشيت يعني كان وانت طبيعتك مواجه في وقت من انت اللي قلت مشان اللي قلت كان في وقت من الاوقات لما اتغلبنا من النادي الاهلي كان في قرار لازم يتاخد، والقرار ده ان المجلس شافه، انا حاولت وشرحت، كنت شاركت كابتن عبد الرحيم وكابتن احمد حليم وكل طارق السيد وشامية، كان القصه مختلفه لان انا واجهت مشاكل بالشغل معاهم، مشاكل كبيره جدا وحاولت كذا مره ان انا اصلحها وما عرفتش اصلحها، عشان كده كان لازم يبقى في تغيير. انت اللي طلبت سبعتهم يعني يعني انت واضح هشام وطارق انت طلبت بعدهم، لكن احمد عبد الحليم وعبد الرحيم كان نفسك يكمل وقبل ما طلب باستبعاد الكابتن هشام وكابتن طارق، وطبعا هم كباتني كبار، حاولت ان انا اصلح الحاجات اللي كانت موجوده زي ايه يعني. حاجات كتيره فنية. حاجات كتيره جدا غير فنيه، حاجات وكلام مع الاعلام وحاجات يعني بتكون مشاكل كبيره جدا في اي شغل. حاولت ومكان للاسف كان في عدم التزام كبير جدا بالتعليمات يعني كنا مدين على سبيل المثال تعليمات صارمه بعدم ظهور اي حد في الاعلام من الجهاز الفني. ولما سافرنا افريقيا طلع طارق السيد وهشام ياكم في قناه الحياه، طلعوا هم الاثنين طلعوا ضيف يومين ورا بعض فكان مره واثنين. مين اللي كان بيدير الجهاز الفني، انت ولا مثلا مدير الجهاز ولا لا كان انا اللي كنت انت اللي كنت مدير دي مهمه الكابتن احمد عبد الحليم. كابتن احمد عبد الحليم في حاجات يعني في حاجات تانية، انما يعني الاداره الفنيه طبعا وكده والتعليمات بالعدم الظهور وكل الكلام ده كله والادوار وتوزيع الادوار دي كانت مهمتي انا طبعا. ميدو حاسس ان موضوع تويتر اثر على تركيزك واثر على علاقتك بالمستشار مرتضى ولا لا؟ لا لا هو ما بيحبش تويتر، هو عدو هو عدو الشبكات تويتر والفيسبوك قال لك ممنوع خلاص. هو بس بيني وبينك مع حق يعني مقلله تركيز اللعيبه، ضيعت تركيزك في وقت طويل جدا وعامله في البلد اصلا كلها مشاكل يعني. والله يا كابتن لكن في حاجات طبعا محترمه الواحد ما يقدرش والله يتكلم عنها. والله يا كابتن من اول ما مسكت مدير فني نادي الزمالك وانا قللت تويتر جدا وبقيت بتكلم في حاجات يعني قبل ما كنت مدير فني نادي الزمالك كنت بتكلم في السياسه واتكلم في الاخوان وهاجم مش عارف مين. من اول ما مسكت مدير فني نادي الزمالك كل الكلام ده وقف، مفيش كلام الا حاجات بسيطه جدا على الكوره حاجات بقولها لكن لا مش هو اكيد مش هو ده مشكله. بس كان جزء لا ما شتتلكش تركيزك، ما مش تكتب مثلا ميدو استقال وبعدين لقى ميدو تاني يوم او في يوميه العصر بيدرب نادي الزمالك. يا كابتن ما شوبير ما هصدق ميدو بتاع تويتر على رايه مرتضى منصور ولا اصدق ميدو اللي في الملعب. كابتن شوبير كلموني قالوا لي خلاص المجلس خد قرار ان انت مشيت، فانت قلت تسبق. فانا طلعت قلت لا ما سبقتش انا بالنسبه لي ما عنديش اي مشكله ان انا يتم اقالتي. يا جماعه اكبر مدربين في العالم بيتم اقالتهم يعني ده عادي يعني مورينيو تمت اقالته من تشيلسي هيدنك تمت اقالته مش عارف من منين كل مدربين العالم بتقال. وهي دي اللي كان لما كانوا حد بيكلمني في المجلس يقول لي احنا عايزينك انت عشان تعتذر عشان يبقى بشكل لذيذ اقول لهم يا جماعه ايه المشكله لما حد مدرب يقيلوه يعني برضو لازم الثقافه دي عندنا تتغير ايه المشكله ان المدرب اقالتوه زعلان من جواك لكن ده بيحصل مع كل المدربين العالم بتقال. ف كلموني بلغوني ان المجلس خلاص استغنى عن خدماتي. مين اللي كلموك؟ حد من المجلس؟ المجلس كلموني يعني كلموني. احنا المجلس اتفقنا ان هم اتنين. لا كلموا والله المجلس كلمني في حد غير مرتضى منصور احمد سليمان اللي كلمني؟ كلمني احمد مرتضى. احمد مرتضى تمام وكلمني خلاص اتفقنا ان انا مشيت. وطلعت تاني يوم قلت ان انا بشكر المجلس على الفتره اللي انا قضيتها وبتاع ودلوقتي انا هرجع ايه؟ مشجع بتلاعب المشجع. لقيتهم بيكلموني الساعه 1:30 الظهر يعني انا قلت كده عشان ارفع الحرج بقى خلاص إذن شكرا. احمد مرتضى اللي سرب لك خبر اقالته. لا يعني مش سرب لي قالوا لي قال لي خبر قال لي زي ما احمد سليمان قال لك قال لي خلاص الجهاز المجلس خد قرار بكذا ومره سيد متولي يعني مره سيد متولي كلمني بالليل اللي هو المدير الاداري اللي معاك المدير شؤون اللاعبين كلمني الساعه 5 الصبح قال لي يا ميدو وانت صاحي لحد 5 الصبح كنت ما كنتش بنام في الشغلانه دي كلمني قال لي يا ميدو خلاص انا لسه مخلصين مع المجلس ومستشار مرتضى ده الكلام ده مثلا من شهر ونص من شهر قبل الكاس قبل بتاع قبل الكاس قبل ما نبدا الكاس وخلاص المجلس خد قرار باقالتك فطلعت ثاني يوم قلت على تويتر يا جماعه انا بشكر كذا 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 وهرجع ثاني للجمهور وبتاع لقيتهم بيكلموني الساعه 1 الظهر
المستشار مرتضى كلمني بيقول لي اميدو ايوه بتاع انت عايز تكمل ولا عايز تمشي؟ قلت له عايز يعني يعني يا فندم سامي متولي كلمني قال لي كذا 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 فقال لي لا احنا خدنا قرار ان انت تستمر وان انا مش عايزك تمشي لما تاخد بطوله ولازم تاخد بطوله كاس مصر وبتاع والحقيقه الراجل وقف جنبي ودعمني. شايف النوايا كانت صادقه عنده؟ النوايا عند مرتضى منصور جدا جدا يعني مرتضى منصور ده عمي بشكل كبير جدا دعمك بشكل كبير جدا في كل وقت رغم انه اقاله هو خلاص خدوا قرار ان ميدو مش راجل من انت دعيمه منين اقاله بقى انا مش فاهمها دعمني في انا اللي يهمني يا كابتن شوبير ان هو كان دعمني في الوقت اللي انا كنت ماسك فيه اما بس بعد المشاكل اللي كانت بتقابلني كان بيحلها لي كل الحاجات اللي كنت محتاجها كان طيب ما بعد وصلت حطيت رجلك على اول السلم خلاص يعني كابتن شوبير هو رئيس النادي والمجلس شايفين ان ميدو مش انا راجل اتعلمت في الكوره حاجه مهمه جدا ويا ريت كلنا نتعلمها وتعلمتها بيقولوا يعني ايه ذا هارد واي يعني بالطريقه الصعبه ان انا في الكوره ما اخدش اي حاجه بيرسونال ما اخدش اي حاجه على قلبي في الكوره يعني زمان وانا صغير كان لما مدرب بيغيرني ولا ما ابداش ماتش اساسا اتجنن واتخانق وبتاع اتعلمت بعد كده ان احمد عبد الحليم قال غير كده قال انت اخد كل حاجه على قلبك في الملعب يعني في الملعب عايز عندي طموح كبير جدا لكن القرارات دي ما بقى اتعلمت ان انا ما اخدش حاجه بيرسونال اي حاجه الناس بتاخد قرار انا مش مصدقك والله العظيم انت واخدها كلها على عيني على اعصابك لا والله لا في الملعب في الملعب في التحدي اللي جوايا ان انا انجح عندي تحدي ان انا عايز اخد من نادي الزمالك بطوله اول سؤال سالته يا كابتن شوبير لما مسكت نادي الزمالك قالوا لي انت فخور ان انت اصغر مدير فني في تاريخ نادي الزمالك فقلت لهم لا لكن هبقى فخور ان انا بقى اصغر مدير فني حقق بطوله نادي الزمالك وحققت الكاس الحمد لله اروح لفصل وارجع تاني لهذا الحوار المهم والممتع والجميل والصريح مع احمد حسام ميدو.